الاسم راه جناح التامي، فنان. انا اختاريت واحد الاسم باش يكون متعدد، يعني الفرق ما بين الفنان فنان ولكن فنان متعدد، يعني كان وجدوه اشتغل في مجموعة الميادين: التأليف، البحث المسرحي، الإخراج، السينوغرافيا، كذلك التلفازة والسينما. هادشي عادي كيكون عند أي واحد كيبغي يجرب. هاد السؤال ديال الغياب والحضور هو بحال المد والجزر، لأن يعني في العمر كتكون واحد المراحل كيكون فيها المد، مرحلة كيكون فيها الجزر، وكاين شي مرحلة أخرى الإنسان كيبقى يعرف الأمور. في الأول كنت كنخدم مثلا، كانت التلفازة نعرفو حنا البداية ديالنا كانت نواري بلون. أنا راه في العمر ديالي راه كبير الحمد لله، عاشت مجموعة ديال الله يرحم اللي مات واللي باقي في الحياة الله يطول في عمره. خدمنا في مجموعة ديال الأعمال، كذلك ملي كانت الدوزيام غادا تتحرك في الكليب، كانت الكليب تاعي ديك الساعة بمرموز 30 حلقة ديال السنابيل، هي مرحلة غادا تجي من بعد. علاش؟ لان انا اصلا اللي ناس اللي كان كنفهم كيفاش كان عمليه التدبير ديال الحياه ديال الانسان. في الاول كنقولوا المسرح، راكم كتعرفوا المسرح في المغرب ما يقدرش يدخل فلوس، هذه حقيقه، وتدبير الكبار هذه ما يمكنش نكذبوا عليها، لان حنا خاص يكون تكوين ديال الجمهور ونوجدوا الجمهور ونقريو الجمهور باش يتعلم قواعد اللعبه. لان ما تعرفش قواعد اللعبه ما غاديش يمكن لك يكون عندك جمهور نهائيا. مثلا كرة القدم باش تشهرت، لأن الناس اللي كيتفرجوا كيعرفوا القواعد ديال اللعبة، كيعرفوا البيلانتي، كيعرفوا الكورنير، كيعرفوا التوش، ولكن في المسرح حنا باقيين واحدين. كتقول لي هاد المسرحية واش هي مسرح ديال الشارع، واش مسرح ديال العابات، واش مسرحية تنقولوا طلائعية، واش مسرحية تياتر ديال نقولوا مثلا المسرح اللي هو اجتماعي، ولا هادي كنقولوا ما كنعرفوش اش كنقدموا. هذا من ناحيه، هذا التجربه ديالنا حنايا. ولكن كيفاش غادي ننتقل للسؤال ديال الحقيقي؟ كتجي واحد المرحله ديال ان الانسان خاصو يبحث على تحقيق جمهور جديد. هذا الجمهور الجديد هو الطفل، وهذا الطفل الحمد لله انا استغربت، لان في البدايه باش غادي نتجه اشتغلت على التعبير الجسدي، على الميم، وهذا الميم ربطني بعلاقه اخرى وهي علاقه المكياج. حيت المكياج هنايا دراسة أخرى، كيفاش كتعامل، كذلك مدارس ديال المسرح اللي هما يعتمدوا على هذا التعبير الجسدي وعلى اللون وعلى المكياج بزاف. شوية كتلقى راسك مباشرة في لقاءات أخرى مع زمن الطفل اللي هو جمهور حقيقي، وهذا الجمهور اللي هو كنا حنا كنديروا العروض ديالنا كنديروا بالفلوس، ما كاينش فيه لانفيتاسيون، ما كاينش فيه فابور، ما كاينش فيه علاقات. وذاك الطفل الوحيد اللي كيقدر يقول في وجهك كنتي زوين كيقول لك زوين، كنتي خايب كيقول لك خايب. وكنا كتشدنا الخلعه ونخافوا ونصوبوا المنظر ديالنا ونصوبوا المشهد نبنيوه بالشكل. وفاذا بنا واحد النهار كنقولوا الحياه هي صدفه، ما نكذبوش على بعضنا نقولوا لا غير جيتو، ولا كنسميو بحال قبائل اللهجه المغربيه التساطيحه، كيقول لك غير التساطيحه، ولكن هي لا كتجيك التساطيحه، وهذيك التساطيحه كتولي خاص ضروري تسقلها، كدا تسقل. والسقل هنا هي التجربه، هي القرايه، هي البحث، هي الافاق، هي خلق واحد الريزو مع مجموعه ديال الاصدقاء اللي كيبداو يقلبوا، وشويه كتبدا توضع راسك في المكان المناسب. انا كان عندي حظ محظوظ انني كنت كندير الميم، وكانت فقره اخرى كدوز هادو ديال العروض ديال المسرح، فقره ديال لي ماريونيت ديال الكراكيز، وكانت واحد الفقره ديال لي سكتش، وهذوك لي سكتش كانوا كيلعبوا لي كلون، وهذاك لو كلون كيف معروف فيه زائد وناقص، يعني هذاك لو كلون معروف بهذه اللهجه، هو لو كلون بالفرنسيه كنقولوا لو كلون رويال، سي ان كلون بلون كيكون ابيض كامل، وكاين لوغوست اللي عنده واحد الانف افطس احمر، وديما واقع في مشاكل، وديما بيوتي، وتيدير لي فوت. هاد النوع هادو كان كيتكمل العار. وشاءت الاقدار، يعني الانسان اللي كيخدم الحمد لله تلاقينا بالمجموعه ديالنا، المبدع كذلك سي احمد بوعروه اللي هو مخرج وكذلك منتج، وبرجيتا هي كذلك المخرجه، وكذلك السي التاب، هذو اسماء اللي هما ديال التلفازه المغربيه اللي هما تعاملنا معاهم، وكانت الفرصه باش نلعب هذاك لو رول اللي سميتو
كلونجا، ولكن كلونجا ماشي لو كلون بوحدو، هي كانت الفكرة كانت واحد المدينة، مدينة أو واحد الحي اللي فيه مجموعة ديال الأسماء. هذه المجموعة ديال الأسماء، هذه الحلاوة ديال هذه الفكرة اللي كيحكي قصة درب، قصة طفل رجل، وأنا رجل رفض أن يكبر، لأن هذا الطفل خصو يبقى كيبقى كيشوف العالم بالشكل ديال الطفل. وكانت معايا البطلة الرائعة اللي هي سنبلة، لأن هذه فاطمة الزهراء كتبقى حاضرة بقوتها كيف ما كنقول، دائما حاضرة بالرؤية ديالها بالصوت ديالها، لأن كانت هي متعددة، هي مغنية. سبحان الله العظيم، عطيها الله، دائما كنقولها عطيها الله واحد الذاكرة قوية ما كتنساش، تقدر تحفظ لك سيناريو كامل وتحفظ حتى الإخراج واللقطة فين غتكون وفين هادي. أنا نكون غادي نخرج على الخط، كتجرني وقف حبس هنا دير هنا، وهاد المواقف هادي كنخلقوا منها مواقف للضحك. في حين ان البحث اللي كان عندنا، كانت عندنا شخصيات اخرى مثلا بحال اسماء طلقت بحال زولو، عطلان، مجموعه ديال الاسماء اللي بقات الان راسخه. علاش؟ لان العمل كان عمل جماعي، لان ما كايناش البطوله. الوقت اللي كتحيد البطوله كيحبوك الناس، الوقت اللي كتولي واحد باغي يبان على الاخر، واحد باغي يقول راسو مزيان، انا ما كاين والو، كنفشلوا كاملين. هذا هو العمل اللي خلانا باش نبقاو قراب للناس بهذا الصدق، بهذه المصداقيه. راه كانوا عندنا ناس كيحضيونا، كيف ما دابا دير شي خطا كيقول لك لا، خاص تكون التركيبه الخليه كلها، لان حتى البحث ديال الشخصيه مثلا على راسي انا ديال كلونجا، بزاف الناس كيسولوني يقول لي علاش درتي راس كلونجا، كنعاود ناكدها وكنقول باللي الكلون كاين كلونجا، يعني سميتي جناح كلونجا، كلونجا وكيامن كلون مشى. خاص الانسان يامن باللي الدواء بالله، لان يعني كل شيء كيمشي. فهذه الفكره هذه اللي درنا كلون جا كلون مشى، يقدر كلون جا شكون جا. كنت كنقول واحد المقطوعه دائما، واحد لازمه ملي كنبدا نغنيها مع الاطفال ولا كنخدم هذو كلمات ديولي، كنقول شكون جا كلون جا كل شيء جا مرحبا. بهذه الطريقه هذه كنحاول نهضر بالحروف اللي هما هي الحروف الشفويه، حيت حنا نعرفوا المقامات ديال الصوت، كاين الإلقاء الأنفي، الحروف الأنفية بحال نا 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 نا، الحروف الحلقية بحال ها 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 ها، الحروف الجوفية بحال ها ها هي هي ها، وكاينة حروف شفوية بحال ماما، وكاينة حروف سينية بحال السين الصاد، وكاينة حروف لطغية بحال لا 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 لا، وكاينة حروف اللي هي واعرة حلقية بحال خا ها. إذا كنستغلوا كل شيء، وقدرتو أنا في جوج حروف، الحروف الشفوية ماما محالي لأن في المصطلح اللغوي عند الطفل الجملة ما كتكون جملة كاملة، كتكون هي إشارة، لأن اللغة هي سيميولوجية. السيميولوجية هو علم الإشارات، هي لغة متعددة، ولكن كنحاولوا اختزالية نختزل، لأن يكفي ما تكونش سيلاب براسيا هذه الطريقة. ولكن الصديقة ديالي اللي هي لان كاين في الكلون كاين لو بلوس وكاين لو موان، ديما خاص يكون داك ناقص وزائد، وكيقولوا ترومبلان. كانت الفنانة اللي نحييها بهذه اللحظة هذه، الفنانة سنبلة فاطمة الزهراء، كانت كتمتاز بالتصحيح اللغوي، يمكن لها اشتغلت، كتعرف القواعد كلها، المرفوع مرفوع والمنصوب منصوب والحال حال. انا كنخربقها نصب نرفع ما كيهمش، كتقول هذاك ما عليكش، ولكن هي كتقول لك الجمله اسميه والجمله الفعليه فعليه. اذا كان عندها هذا التركيز وهذا الامتياز اللي كيخليها كذلك تسافر، بحكم السفر في جميع المجالات، السفر في الابداع، السفر في البحث، وكاين رؤيه اخرى هي ممنوع الحقره، لان الطفل كي اللي كيحقروه ملي كيبداو نخدموا معاه الخدمه ديالنا، هادو اخطاء وقعت، كيقول هذاك غير دري صغير، هذاك غير طفل، ولكن لا، هو راه هو المستقبل. ودرت لها كليب تالي 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 ولكن الصوت ديال عبد العالي بن مسكين رائع جدا، هذا الصوت شاق الشمس ويضحك اللي بغى.
تعاون.